تتابعونا في هذه الحلقة: الكرة الطائرة في البحرين تنتظر حلول تطورها، رنيم الوليلي تستعيد نغمة الألقاب، وسارة العرموطي موهبة استثنائية وصلت العالمية. تستقطب الرياضة بشكل عام في البحرين الكثيرات من الموهوبات في مختلف الألعاب، لكن الكرة الطائرة ما زالت تبحث عن الحلول للتطور. تعاني اللعبة من قلة الاهتمام، فعدم انتشارها بين الأندية وغياب الدور المنتظم ساهما بتراجع رغبة اللاعبات اللواتي تمتلكن الرغبة الكبيرة في المنافسة بشكل مستمر. للأسف الشديد في بنات طموحات يحبون الرياضة وكرة الطائرة بالأخص، لكن ناقصنا الاهتمام للأسف الشديد. يعني ما مو متوفر عندنا دوري، مو متوفرة عندنا حتى يعني أبسط الأشياء اللي هي التمارين. إحنا نتوقف مدة طويلة ويرجعونا وقت البطولات فقط. يتم تجميع اللاعبات قبل البطولات الرسمية بفترة قصيرة، وفي ظل عدم وجود المعسكرات المناسبة فإن اللاعبات تنخرطن للعب مع الجالية الفلبينية أو إجراء مباريات إعدادية ضد فرق الرجال، وذلك من أجل تحقيق الاستمرارية الضرورية. المشكلة عندنا في البحرين نحن ما عندنا دوري متواصل، يعني احنا فريقنا يعد حق البطولات يعني بالكثير شهرين 3 أشهر قبل البطولة، ويعد تمارين عادية، وإذا في مباريات ودية نلعبها مع شباب اللي موجودين في البحرين. احنا دخلنا في الدوري الفلبيني، فعنا دوري الجاليات عندنا في البحرين، والبنات توزعوا على الأفرقة بس خلى يعني بس عشان اللياقة. بالإضافة إلى كل هذه العقبات، فإن الاستراتيجية المستقبلية غائبة عن مخططات اللعبة، حيث يتم استبدال المدربين بشكل متكرر مما يؤدي إلى عدم تحقيق الانسجام المطلوب. ما في اهتمام كفاية إن احنا نستعد حق بطولات بوقت كفاية. يعني دشينا بطولة العربية اللي في مصر، كنا متمرنين 2 أسبوع قبل نروح البطولة، وجينا هاي البطولة 3 أشهر ومدرب جديد، يعني هاي ثاني مرة يتبدل علينا مدرب في وقت وايد قصير. ما يعطينا فرصة ان احنا نتأقلم على المدرب، نتأقلم على تفكيره، كل مدرب عنده اسلوب مختلف، فصعب علينا ان احنا نتأقلم. صحيح ان الكرة الطائرة في البحرين تمتلك سجلا جيدا على المستوى الخليجي والعربي، لكن افتقار اللاعبات لأبسط شروط التطور من شأنه ابتعاد الموهوبات عن ساحة المنافسة والارتباط بالدراسة أو العمل وغض النظر عن احتراف اللعبة بشكل مثالي. بعض اللاعبات مو نفسها اللي يعني انخرطت في البطولات السابقة، أثر على أنها تكون مو منسجمة كعناصر، هاي واحدة. والشغلة الثانية بعد تعرف انت اللاعبات في تجديد، يعني لما يوصل عمرها اكيد بيدش لاعب جديد، اللاعب الجديد له زمن معين وبعدين على ما يقول يرتاح خلاص. فعندنا في البحرين بعضهم صار ارتباطات يعني دراسة، ارتباطات جامعة، عمل. ما زال الملعب يضج بتحركات اللاعبات ومهاراتهن، لكن الكرة الطائرة البحرينية تنتظر التحركات الأكثر أهمية في توسيع قاعدة اللعبة وتوفير مستلزمات تطورها سبيلاً للارتقاء بها نحو أفضل المستويات. في المركز الثالث اليابان ب41 انتصاراً، حيث نجحت سيدات اليابان في التتويج بالذهب الأولمبي مرتين، وذلك في نسخة طوكيو عام 1964 ومونتريال 76. لم تغب اليابان عن المسابقة سوى مرتين، وخلال 12 مشاركة خاضت 68 مباراة، فحققت الفوز في 41 منها وخسرت 27. الحلول في المركز الثالث في أولمبياد لندن شكل الظهور الأول لسيدات اليابان على منصة التتويج منذ نسخة لوس أنجلوس 84، حيث تغلبن على سيدات كوبا ب3 أشواط دون رد، لكنهن عجزن عن تجاوز دور الثمانية في ريو 2016 وخسرن أمام الولايات المتحدة. في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية ب43 انتصاراً.
رغم غياب المنتخب الأمريكي عن 3 نسخ أولمبية بين عامي 72 و80، إلا أنه يعد الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ الألعاب ب 72 مباراة، وقد سمح له ذلك في أن يكون بالمركز الثاني في قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للانتصارات ب 43 فوزاً. اللافت أن المنتخب الأمريكي لم يعرف طعم التتويج بالميدالية الذهبية الأولمبية، وكان أبرز إنجاز له احتلال المركز الثاني في لوس أنجلوس 84 وفي بكين 2008 ولندن 2012. في المركز الأول البرازيل ب 45 انتصاراً. يعد منتخب سيدات البرازيل فاكهة المسابقة الأولمبية منذ أن بدأ المشاركة للمرة الأولى في أولمبياد موسكو 1980، حيث تحظى مبارياته بشعبية كبيرة في مختلف القارات. البرازيليات ورغم خوضهن لعدد مباريات أقل من نظيراتهن الأمريكيات، إلا أنهن حققن الفوز في 45 مباراة من أصل 67. سيدات البرازيل وصلنا إلى المباراة النهائية مرتين فقط، ونجحنا في التتويج باللقب في المرتين، وذلك عامي 2008 و2012، لكنهن خيبن الأمال في نسخة ريو 2016 بعدم الوصول إلى المربع الذهبي. تتابعونا أيضاً. بلشت ركوب خيل لي من 8 سنين، الحلم الكبير الأولمبياد ب 2020. فازت المصنفة العالمية الثانية المصرية رنيم الوليلي بلقب بطولة الجونة الدولية للسكواش بعد أن فازت على المصنفة الأولى نور الشربيني في المباراة النهائية. بنت الإسكندرية عوضت إخفاقها العام الفائت أمام مواطنتها الشربيني وتغلبت عليها بثلاثة أشواط لواحد. الشوط الأول انتهى لمصلحة الشربيني ب11 نقطة لـ5 قبل أن تتمكن الوليلي من كسب الأشواط الثلاثة المتبقية ب11 نقطة لـ8 وب11 نقطة لـ3 والأخير ب14 نقطة لـ12. أحرزت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 5 في البطولة لقب دورة شتوتغارت الألمانية الدولية لكرة المضرب بفوزها في النهائي على الأمريكية كوكو فان ديوي وبمجموعتين دون رد. احتاجت بليسكوفا المصنفة 6 على العالم إلى 1:56 لإلحاق الهزيمة بالأمريكية التي أخرجت المصنفة أولى في العالم الرومانية سيمونا هاليب من ربع النهائي، ثم بلغت النهائي على حساب الفرنسية كارولين غارسيا 7 عالمياً. بليسكوفا ابنة 26 ربيعاً حققت فوزها الثالث على فانديوي في 6 مواجهة بينهما واحتفلت باللقب 9 في مسيرتها. فازت بطلة العالم وألعاب الكومنولث فلورا دافي بلقب بطولة العالم في الألعاب الثلاثية والتي جرت في برمودا. صاحبة 30 سنة أصبحت أمام جماهير بلدها أول متسابقة في تاريخ الألعاب تفوز بالسباق بعد السيطرة على التخصصات الثلاثة ابتداء من السباحة إلى ركوب الدراجات انتهاء بالجري. البريطانية فيكتوريا هولاند حلت في المرتبة الثانية، بينما جاءت الأمريكية كيتي زافيريس في المرتبة الثالثة. حطمت كامبرلي رود الرقم القياسي المسجل باسمها لتفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرماية الصيد في كوريا الجنوبية. البطلة الأمريكية التي كانت قد توجت بلقب البطولة في المكسيك بداية الموسم تفوقت على البريطانية أمبر هيل التي أحرزت الفضية، بينما كانت البرونزية من نصيب الأمريكية الأخرى أمبر إنجليش. بدورها فازت الصينية وانغ زيرو بالذهب في منافسات الرمي بالبندقية 50 متراً من 3 مواضع، رغم أن هذه هي المشاركة الأولى لها في بطولات كأس العالم. تحقق الفوز بعد منافسة كبيرة مع النمساوية فرانشيسكا بير التي توجت بالفضية، في حين فازت زيفا دفورساك من سلوفينيا بالبرونزية. فازت النيوزيلندية ليديا كو بلقب بطولة ميدي هيل للغولف التي أقيمت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
كسبت كو ضربة واحدة في الجولة الرابعة لترفع رصيدها الإجمالي إلى 12 ضربة تحت المعدل، وهو رصيد ضاهته الأسترالية مين جيلي التي كسبت 4 ضربات في اليوم الختامي، مما أجبر اللاعبتين على التنافس على حفرة إضافية واحدة على الأقل لحسم اللقب. وفازت ليديا كو بالحفرة الأولى لتنال اللقب تاركة المركز الثاني للأسترالية. مضت في ميادين الفروسية منذ الصغر وسارت على درب التميز بفضل حبها وتعلقها برياضة الآباء والأجداد. بدأت سارة العرموطي مشوار التحدي بالكثير من الثقة، ونالت دفعات معنوية كبيرة من والدها الذي أصبح مدربها فيما بعد. أنا أهلي ما غصبوا علي بإشي، بالعكس أنا بحب الخيل كثير من أنا صغيرة، وقررت أخذ التجربة والحمد لله يعني ناجحة. هلأ أبوي هو مدربي وهو مالك الخيل بنفس الوقت، بلشنا ركوب مع بعض، هو بلش ياخد دورات وشهادات بالتدريب وبالركوب، فصفى مدربي بالآخر وداعم المعنوي والمادي أكيد. الفارسة الأردنية المتمكنة وضعت لنفسها مسلكاً صعباً، لكنها ومع تنامي موهبتها تجاوزت كل الحواجز بلا أخطاء، فبصمت على حضور جيد في بلدها التي شهدت في الآونة الأخيرة بطولات متنوعة وانتشاراً كبيراً للعبة. البطولات كمجمل بالأردن كتير مناح. هاي السنة صار عنا هاي السنة أكتر مباريات دوليات من كل سنين قبل، كان يمكن عندنا 4 مباريات دوليات مؤهلين لكأس العالم. تزامن ذلك التطور مع توفر الدعم اللازم من اتحاد اللعبة الذي يؤمن المدربين والخيول لجميع الفئات وسط تعدد الأندية التي تمارس الفروسية. طبعاً بدعم كل حدا، وإحنا عن طريق الاتحاد نسجل للبطولات، فهو الاتحاد كمان داعم أساسي وكبير. ما في تحيز لأي نادي لأي فارس، لا بالعكس الدعم لكل حدا. وهلأ بهاي المباراة الاتحاد دعم كل الفارسات والفرسان وجابوا الخيول ودعمونا بكل إشي. الفرسان بيقدروا يختاروا أي نوادي. الفروسية بالأردن صارت منتشرة كتير أكتر من قبل ومتحسنة للإناث للذكور، كله متوفر وكله منيح. رغم أنها ما زالت في 18 إلا أن العرموطي وقعت على سجل طيب في المشاركات الدولية، نافست نخبة الفارسات العالميات في عدة محافل، وقد ساهم ذلك باكتسابها المزيد من الخبرات. شاركت بهولندا قبل سنتين ببطولة زيولدا الدولية، حققت فيها المركز الثالث على فئة 140، وشاركت هاي أول سنة إلي بالإمارات ونتائجي منيحة الحمد لله. وبالأردن طبعا مشاركات دولية كثير ناجحة، وبمصر مرة. واصلت بنت بلاد النشامة مشوارها بكل اقتدار، ورسمت فرحة كبيرة بعد تألقها في بطولة العالم لتحدي الشباب لتضمن التأهل إلى النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب. تأمل سارة أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تكثيف جهودها للتواجد في أولمبياد طوكيو عام 2020. هلا احنا تقريبا نقدر نحكي انه احنا اقوى فريق اناث بالوطن العربي، فمن هون لخمس سنين اكيد رح يكون متطور كثير اكثر، رح يصير يعني بتخيل رح يكون من 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 اقوى الفرق او من اقوى قاعده نساء. باول خطوه يعني حققتها اللي هي التاهل لاولمبياد الشباب، عندي اياها بشهر 10 بالارجنتين، والحلم الكبير الاولمبياد ب 2020، هذا أهم يعني أكبر طموح بالنسبة لإلي. من حق الأردن أن تفخر بنجمة الفروسية التي حققت خلال فترة وجيزة الكثير من الإنجازات، وإذا كان مشروع البطلة العالمية ما زال في مراحله الأولى فإن كل مؤشراته تبدو إيجابية بفضل تميز سارة العرموطي التي تبذل الكثير من الجهد لبلوغ التطلعات المرجوة. نهاية هذه الحلقة، نلتقي في الأسبوع القادم.